الناس بتتساءل هل هناك علاقة بين التخمة أو السمنة وتأخر الحمل؟ أيوه، في علاقة بين الاثنين سواء في الرجل أو السيدة، لكن احنا بالنسبة لنا احنا هنتكلم عن السيدة وده في منتهى الأهمية. سيدات كثر بيقولوا لي طيب ما هو أصلا فلانة وزنها كذا 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 ومليانة ومع ذلك عندها أولاد كتير. الحقيقة هو الموضوع مش موضوع السمنة المطلق، الموضوع هو السمنة النسبية أو توزيع الدهون في الجسم. هناك توزيع دهون بيبقى أقرب إلى التوزيع العادي للسيدة، وهناك توزيع يكون فيه اضطراب في الهرمونات، وهذا التوزيع بيبقى أكتر في منطقة البطن، في جوانب البطن وتحت السرة وفوق السرة، وهذا التوزيع هو اللي يؤدي إلى اضطرابات. ونزول الوزن سواء كان 5-10% من الوزن بالنسبة للسيدات اللي وزنهم بيتراوح بين 80% وأكتر من كده للي أكتر من 100 كيلو جرام، في هذه الأحوال بتستفيد السيدة جيدا من تقليل الوزن، وخاصة في السيدات التي يعانين من مرض تكيسات المبايض. لكن بالتأكيد أن السمنة وتقليل الوزن في حالات السمنة بيفيد جيدا في استجابة المبايض وفي أخذ طفل بعد علاج اضطرابات الهرمونات أو بعد تأخر في حالات تأخر الحمل.